تسعى أم عمر إلى ملء عربتها بقوت عيالها اليومي، تفتش عن سعر مناسب لمصروفها في المواد المدعومة. تستغني السيدة عن كثير من سلة الاحتياجات، وتحاول استبدال غالية الثمن منها بسلع أرخص. استغنيت عن الحليب، استغنيت عن الأشياء الغالية، يعني في شغلات كثير استغنيت عنها. مثلا الكلينكس كنا نجيب مثلا احلى انواع الكلينكس، ما بقى فينا نجيب، صرنا بنجيب بالكيلو مثلا الخفيف. ارتفعت اسعار السلع بشكل كبير، والسبب هو استيراد السلع الاساسية بالدولار الامريكي، ويشتكي مواطنون من ان التجار يبقون اسعار السلع مرتفعة حتى عندما ينخفض سعر صرف الدولار. نزل كتير هامش الربح، ما بقى عنده يقدر ملعب انه يستفيد كتير، لانه المستهلك متضرر وهو من نفسه متضرر، ما بقى تقلب بضاعته، فبيضطر يحط هامش ربح قليل لحتى يقلب بضاعته بسرعه. اذا قبض بالليره بده يركض يصرفها يرجع يستوردها هي ذاتها بالدولار. شكواهم تلقفتها وزاره الاقتصاد، واحالت عددا من المتهمين بالتلاعب بالاسعار الى القضاء. الحل بحسب خبراء هو ضبط سعر صرف الدولار على المستوى الحكومي، وبالمقابل يكون عندك حل أكبر من موضوع رقابة، اللي هو تعديل بعض فقرات قانون حماية المستهلك، تتصير أنت ضابط عدلية قادر بشكل سريع جدا تسطر المحضر تنفذه، فرق ما أنه يروح على القضاء وبالتالي ياخد مجراه بشكل كتير بوقت أطول. السيدة هذه تعكس حالة آلاف اللبنانيين داخل المتاجر، يستغنون عما يحتاجون إليه لأنهم لا يملكون ثمنه، فكفة رواتبهم أقل بكثير من كفة احتياجاتهم في بلد اختل فيه ميزان الاقتصاد. الميزان هذا أصبح المتحكم في إنفاق المواطن، والمواطن بات محكوما بسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية. في أزمة معقدة بحسب خبراء لن يكون من السهل تخطيها بتسويات كما هو التقليد السياسي هنا في لبنان. حسن خريس، العربي، بيروت.